السلام عليكم الاخوان الاخوات، اليوم ان شاء الله جيت نتكلم لكم على هاد الروبينيات هادو اللي كيتسموا روبيني ايكير. عندنا كنقولوا حنا روبيني ايكير. هاد روبيني ايكير شنو هو الدور ديالهم؟ هاد روبيني ايكير هما عباره عن روبينيات ضاغي، يعني كيقطعوا الماء. يعني اون فوا مثلا هو الماء مطلوق كما كتشوفوا، ها هو الروبيني مطلوق، انا وقع لي مثلا مشكل غادي فيكسي بهذا غنقطع غير على هاد الروبيني، ها هو تقطع الماء، انا غنطلقوه من التحت. يعني هادو كيكونوا مهمين في الدار، يعني اي بلاصه عندك فيها مشكل كيخصك دير اي بلاصه عندك فيها مشكل، عندك فويت كتقطع عليها غير بوحدها. مثلا وقعنا مشكل غير في هذا ديال البرد كنقطعوا عليه غير بوحدو، وقعنا مشكل غير في هذا ديال السخون كنقطعوا عليه بوحدو. وبالنسبه حتى لاشاص ديال الطواليت حتى هي كذلك، حتى هي كيكون عندك في هذا روبيني ضاري ديالها. يعني اذا وقع مشكل في لاشاص ما كنقطعوش على الحمام كامل، كنقطعو غير على لاشاص. نتمنوا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم، اي تساؤل حنا راه الاشاره، وشكرا لكم.